السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الاتصالات. اليوم جيتكم بالزربة، عندي التليفون سامسونج جالاكسي نوت 1 كيشعل وكيطفى كما كتشاهدوا، دائما كيبقى على هذا الحال هذا. المهم بغينا نديروا له فورمات، غنوريكم الطريقة كيفاش نفورماطيوه باش يرجع يخدم مزيان وعادي كما كان. هذه الطريقة يمكن لكم ديروها لجميع هواتف سامسونج. المهم نوريكم كيفاش الطريقة، كما كتشوفوا راه كيطفى وكيشعل كيطفى وكيشعل، يبقى يومين ثلاث ايام على هذا الحال، ومهم ما يدير حتى شي حاجة. المهم نوريكم الطريقة سهلة، تبعوا معنا الفيديو. كنحيدوا البطارية ديالو، نحيدوا لا كاينه لا كارت ميموار ولا كارت سيم ضروري. كثير من الناس كيوقعوا في هذه المشاكل، كيديوهم للمعلمين ولا شي حاجه وكيطلب له شي ثمن اللي ما كيعجبوش الحال. المهم طريقه سهله، كنجيو لهنا كما كتشاهدوا، ولا شي نعاودوا نحيدوا الباتري حتى عطاني واحد الميساج هنا الفوق تتشاهدوه. المهم ما خصوش يعطيني بحال هكا، غنحيدو الباتري ديالي من جديد ونبركو على الزر ديال الشعيل والزر ديال الطفيان ديال لا والزر ديال اللي تزيد تزيد به الصوت والزر هذا التحتاني لهم التحتاني. المهم نعاود نحيد الباتري حتى التليفون بان ليا كيدخل بزاف ديال هذا، نزرب عليه بالزربه. كتبقى دارك تتبان معك إشارة سامسونج كما كتشاهدوا. كيعطينا هذا الروبوت بحال هكا، كنسينو شي شويه كما كتشاهدوا، كيعطينا هذه ديال روت. كلشي كيعرف هذه القضيه، هذه كاينه في سامسونج روت ديال التليفون. كنقلبوا على ريستور، ريستور تلقاها في الاولى لا الثانيه الثالثه لا الرابعه، ونبركوا على الزر اللي كنشعلوا به التليفون كيعطينا هذه. كنهودوا كتلقى هاد اللعيبات هادو كاملين فيهم نو 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 نو، وهذه بوحدها اللي فيها ياس. نجيو ليها ليكم ونبركو على ياس بالزر اللي كنشعلو به التليفون. شاهدوا معنا الطريقه، هو دابا في حاله الفورمات. نسينو شي شويه، طريقه سهله. وكنردو يماريو التليفون من هاد الزر نيت ديال الشعيل، كنردو يماريوه هو ترودي مارا هو شعل ما كتشاهدو. طريقه سهله بلا ما تحتاج دير شي معلم ويقول لك كنفورماطيه ليك ولا شي حاجه وتبقى معلك يكلفك الثمن غالي شي شويه. المهم الطريقه راه سهله، كاينين شي معلميه اللي كيعرفوا بينهم وبين الله راه كيدير لك هذه العمليه ب 20 درهم، وكاين اللي تيبقى يقول لك حكا خصو تفلاشا خصو هذا. المهم راه الطريقه سهله، تقدر ديرها راسك في البيت. المهم ما تنساوش تساندونا في لي فيديو كما قلت لكم، لي لايك وبارطاجيو مع صحابكم، وباقي نعطيكم الجديد بدون احتكار. كنعاودها وتنقولها بدون احتكار، انا باغي كلشي يتعلم، كلشي هادشي اللي تعلمته انا نوريه لكم طريقه سهله. مهم ساندوني في لي فيديو ديالي ويكون غير خير ان شاء الله. شكرا لكم على المشاركه، والى اللقاء في حلقه جديده. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على زر سبسكرايب، وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة.